كده. هي تفكت ريت تعمل قارب عام منذ بداية الحرب بمنطقة الحتانة، وهي تفكية كبيرة يمكن تقدم طعام أكثر من 250 أسرة بصورة يومية، يعمل بها أكثر من 22 متطوعة، وجبات مختلفة، أرز وفول وعدس سخينة، أربع وجبات متبادلة خلال الأسبوع. أيضا التقية عمل عبر مسار غير مسار الغذاء، في مسار الدواء ومسار الكساء ومسار التنمية البشرية ومسار النماء. وجبة اليوم الاثنين وجبة ثابتة، هي وجبة سخينة، وجبة سخينة للوافدين وبعض المقيمين المتضررين من آثار الحرب. وتقدم مع وجبة السخينة خبز وكسلة